صباحكم جميل من جيم النادي الأهلي في الجزيرة. كتير مننا بيعاني في البيت مثلا ان هو وهو بيتحرك فجأة ممكن يلف بشكل عشوائي او يتحرك بشكل عشوائي، فيسبب له ده ألم في الركبة او ألم في الظهر او ألم في مفاصل الجسم. طيب ازاي نعود الجسم بتاعنا او جسمنا على ان هو يعني يبقى متعود على الحركة او تغيير الاتجاهات بسرعة؟ دي برضه ممكن يستخدمها الأطفال أو اللي بيلعبوا رياضات مختلفة في الملعب عشان يحاولوا برضه يغيروا من اتجاهاتهم بسرعة في الملعب، وممكن يستخدمها الأعمار المتوسطة أو الشباب برضه في البيت أو هتفيده عموما في حياته، لأن هو مثلا لو اضطر مثلا فجأة إن هو يتحرك في أي اتجاه ما يختلش توازنه أو رجله ما توجعهوش أو يحصل له مشاكل في الأربطة أو في الركبة أو في المفاصل أو في الظهر أو أي مشاكل من دي. هنبدأ معانا أول تمرين، طبعا هنبتدي نعمل اول استرتشات، ننزل لتحت قد ما نقدر، نفتح رجلينا نروح الناحيه اليمين، الناحيه الشمال، نطلع لفوق، نشتغل كده لورا، كمان رجل التانية، نحط رجلنا قدام سنة، نرفع مشط الرجل كده، نبتدي ننزل لتحت، نبتدي نتحرك في المكان برضه عشان نسخن المفاصل معانا كده بالشكل ده بالشكل ده لجوه بالشكل ده كده، نعمل مثلا ده لمدة 5 دقايق تكون مفاصلنا سخنت، وبعدين نبتدي بقى ايه أول تمرين معانا، هنتحرك بالجنب كده ونغير اتجاهنا ونجري وهكذا، نغير اتجاه ونجري، أغير اتجاهي بسرعة وأجري، أغير اتجاهي بسرعة وأجري، وكذلك من الناحية دي للناحية دي، أطلع كده أغير اتجاهي وهكذا. ده كان اول تمرين معانا، هحاول ان انا اعمله مثلا 10 تكرارات يمين 10 تكرارات شمال، وبعد كده هحاول ان انا اكرره 3 4 مرات بينهم فترات راحه. تاني تمرين معانا هبدا من الشكل ده كده، رجلي دي ورا رجلي دي، نط هنا، ايوه كده، حاول ان انا انط ابعد بالشكل ده كده، ده برضه هيحافظ معانا على التوازن، كمان هيكون معانا تمرين باستخدام الكرة او باستخدام اي وزن صغير مش كبير، نمسك الكرة كده هروح بجسمي كله الناحية دي وارجع تاني بالشكل ده بالشكل ده، أسرع، برضو الناحية التانية، حاول أروح بجسمي، ودي كانت التمارين معانا، هتحاول ان هي تحافظ على توازننا في مهام حياتنا العادية او في الملعب، وهتحاول برضو تساعدنا في تغيير الاتجاهات. كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الاهلي في الجزيرة.